هي صورة الجهاز، لاحظوا هي وضوحية الجهاز بشكل كامل. إذا تمام أخليها لا تمام هيك. هلا لاحظ هون، أنا طبعا فيني بزر التشغيل نفسه فيني أعمل فريز، هي فريز، هي مشي، هي بزر الفريز نفسه. هلا قلل الجيم هون شوي عشان نشوف تبعي الصورة. هي صورة الجهاز، بس مجرد نضغط عليه بشكل مستمر نلاحظ الليد تحت، بروح الواي فاي، بعدين بتروح البطارية، بيكون هيك طفى البروب.